بهذه المناسبة القالية باختيار رئاسة مجلس الرئاسة لقيادة البلاد برئاسة اللواء رشيد العليمي وعضوية كل من الأخوة القادة على رأسهم طارق محمد عبد الله صالح وسلطان العرادة وعثمان مجلي والبحثني والأخ عجلوس والعليمي. هؤلاء القيادة للأمانة كان اختيارهم هو ما كان في نفوس وضمير كل يمني كل شريف، لأنهم هلا أثبتوا أنفسهم في الميدان، وإن كان في بعض الاختلالات في بعض الأماكن، لكن نقول هؤلاء أجمعت المتحاورين في الرياض عليهم، وأجمعنا عليهم عناصر أحبها شعبها، أحبها مقاتلينها، أحبهم منهم في المتارس، ووفاء لشهداء قدموهم. 7 سنوات من القتال قدمنا أنبل ما أنجبت اليمن، وحصيلة هذا هي هذا الاختيار القيادة. فرجالا صدقوا ما عاهدوا، ونحن نعاهدهم ونعاهد العميد الركن طارق محمد عبد الصالح إن احنا معه في الخط الذي اختاره. أتى وحيدا فجمعنا عليه من كل أطياف اليمن، من صعدة، من صنعاء، من دمار، من ردفان، من الضالع، من المهرة، من شبوة، جمعنا عليه. ولنا حب أن نشارك في كل مترس من مترس المقاومة أو الجيش الوطني، سواء كان في مارب أو في الضالع أو في قعطبة. نأمل من أخوانه وزملائه في المجلس الرئاسة ممثلين بألف ظلهم عجلوس والأخ يعني سلطان أن يكونوا يدا واحدة مع طارق. سنقلب الحوثي ومن يحاول أن يكون حوثي أو قاعدة أو إرهابي.